السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال يا شباب؟ يا رب كل يكون بخير وزي الفل بإذن الله تعالى. طيب، مش عايزين برضو ننسى إخواتنا في فلسطين، فما ننساش إن إحنا ندعي لهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، واللهم ارزقهم النصر والثبات والتمكين. الحمد لله رب العالمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي بدأنا في شابتر جديد اسمه Fluid Elements، بيتكلم على الأنيميشنز والترانزيشنز والستيتس. طيب، مكملين في كتابنا عادي الـ QT6 QML Book، وزي ما احنا متعودين مقسمين الصفحة 2 عشان هنعمل النهاردة بروجكت جديد. طيب، خلينا نعمل الأول بروجكت جديد وبعدين إيه ندخل في الموضوع على طول. عندنا Fluid Elements، عندنا Examples، فهنعمل مثلا حاجة اسمها خلاص هو Fluid Elements، مفهوم مفهوم من الكلام. ماشي. طيب، ما هو فلويد إيليمنتس؟ ما خلاص يا عم، في ايه؟ انا عمال اعمل، بص بقى، شفت السرحة، انا عمال اعمل اوبن بروجكت. احنا المفروض نعمل كده. يس، خلاص. بعدين بقى نكتب هنا فلويد إيليمنتس. مش محتاجين والله يعني، برضو ماشي. طيب، فاحنا كده عملنا بروجكت جديد، ان شاء الله يفتح. اهو فتح، اول ما يفتح بقى نعمله رن. طيب، خلينا نبدأ نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. animations are applied to property changes. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا يا باشا حاجة اسمها animation. الانيميشن ده هو ايه؟ احنا زي ما احنا قلنا في باوربوينت في حاجة اسمها عندنا animation، فممكن مثلا نتحكم في ان بص الصورة دي الانيميشن بتاعها بيجي ازاي، خلاص. فهو ده فكره الانيميشن. طيب، الانيميشن دي او الحركه دي بتحصل على ايه؟ بتحصل على البروبرتي لما بتتغير. يعني ايه بروبرتي؟ فاكر مش كل احنا كل element كنا بنقول عليه ان هو ليه بروبرتيز كتيره؟ يعني البروبرتيز زي الاكس، زي الواي، زي الهايت، زي الويدث، زي الاوبيستي، زي السكيل، زي الروتيشن، صح؟ بروبرتيز، كل حاجه ليها بروبرتيز. معلش انا مش فاهم قصدك. خلاص، تعالى لو مش فاهم قصدي هنكتب ايتم كيو ام ال، وندخل هنا هنلاقي بروبرتيز كتيره جدا. هي دي كل البروبرتيز، بس هي فيه شويه حاجات طبعا بيقول لك ان هي اما البروبرتي دي بتتغير بنقدر ان احنا نعمل عليها انيميشن. فمثال بسيط، ان احنا دلوقتي لو مثلا بنعمل انيميشن على البوزيشن اللي هو الاكس مثلا، الاكس ده هو البوزيشن بالنسبه لي. لو انا بعمل انيميشن على الاكس فهي هيروح بشكل سموث من مكان البدايه لمكان النهايه، وهنفهم الموضوع ده بالتفصيل كمان حبه حلوين. بمعنى، خلينا اقولها لك دلوقتي لغايه ما نكتبها. ده الكود اللي احنا هنعمله النهارده، بيقول لك ان احنا البوكس كان واقف هنا، بدأ يتحرك لهنا، بدأ يتحرك لهناك بشكل سموث، بحركه ناعمه. تمام. طيب، an animation defines the interpolation curve from one value to another value when property value changes. طب انا مش فاهم يعني ايه interpolation، ومش فاهم يعني ايه curve، بس انا فاهم يعني ايه من one value to another value when property value changes. بمعنى ان احنا كان عندنا مثلا الاكس، اوكي، كان عندنا الاكس بزيرو مثلا في المنطقه دي، وانا عايز احركها لحد الاكس ب 100. احرك ايه؟ تقول لي احرك بوكس. طيب، البوكس ده لو هتحركه من هنا لهنا هيتحرك فجأة مرة واحدة. طيب، خلينا نكتب كود لأن أنا مش فاهم أنت بتقول إيه يا يسري. هقول لك عينيا الاتنين، حاضر. تعال هنكتب كود، هنكتب ريكتانجل، نكتب هنا فلويد إيليمنتس، هنعمل ريكتانجل، هنديله ريك، وهنديله أوبجكت نيم، مش مهم الأوبجكت نيم أصلا، نديله 100، وهنديله هايت 100 برضو، وهنديله كولر ريد، وهنديله radius، لا مش هنديله radius ولا حاجة، هنديله border dot color white. ما هي مش كده، مش هتبان. اوكي، هنديله black، وهنديله border dot width ب 2. فأنا دلوقتي لو أنا عملت build QML preview، عملت debug للموضوع الجميل ده، بسم الله، أهو طلع لي البتاع الجميل ده. طيب، هديله مثلا، هتقول لي ايه؟ انا عايز اديله يا محمد اكس وواي. طيب، هقول لك الاكس اللي انت عايز تديها له ايه؟ هتقول لي انا عايز احطه في الويت بتاع البيرنت. بيرنت دوت ويت ما جاتش معايا. طيب، طيب خلينا كده اي دي ويندو مثلا،
لا طبعا ويندو دوت ويدث دي وديتها فين؟ وديتها هنا، فعشان كده انت مش شايفه، يعني الريكتانجل دلوقتي موجود هنا. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح مدينه واحد على اتنين، هيجي في النص. بس انت مش بس محتاج تجيب الاكس بتاعته في النص، ده انت محتاج كمان تماينس الويدث بتاعه نفسه على الاتنين علشان يجي في النص بالظبط. وانت دي عمليه حسابيه بس انت ايه دور عليها. طب انا هتقول لي خلاص انا جبته في النص، انا عايز ولا عايز اي حاجه سيبه. اقول لك معلش عفوا عن هذا الهري. المهم ان احنا ايه سيبناه كده، هنروح عاملين له حاجه اسمها ماوس اريا جواه. واحنا خدنا الماوس اريا قبل كده وقلنا ان احنا بنعملها كده انكريزد في البيرنت، وعايزين ان احنا نقول اون كليكد. وخدنا موضوع السيجنالز قبل كده. اول ما ندوس عليها يا عم عايزك تطبع لي كلمه يسري، ماشي؟ فهنفتح الابلكيشن اوتبوت، نمسح ده، هدوس هنا هيطلع يسري، الكود شغال تمام. طب بقى لا ده انا بقى عايز اخليه الاكس بتاعت البيرنت، هقول مثلا ان الريك دوت اكس عايزه تساوي 100. فما ادوس عليه عمال ايه عمال انا دلوقتي انا دوست مثلا خليها 1000، ماشي؟ طيب اما ادوس عليه لا 1000 دي كتير قوي، خليها طيب بسم الله 500. خلاص هدوس هنا، بص راح لهناك، بس بص راح بسرعه، انا عايزه يروح بالراحه بشكل انيميشن بشكل سموز. هعملها ازاي؟ هنشوف بقى هنعملها ازاي. هو ده اللي بيقول لك from one value to another value. طيب هي الفاليو كانت بتاعت الاكس كانت ايه؟ كانت زيرو، ودلوقتي بقت ايه؟ بقت 500. فعشان كده هو ده من one value to another value. جميل. These animation curves create smooth transitions from one value to another. فبيقول لك ان انت الانيميشن اللي انت هتعمله بيعمل smooth transition، بدل ما انت عمال الموضوع ده بيتحرك فجأة كده، لا ده احنا هنخليها يتحرك بالراحة. هنفهم ازاي. An animation is defined by a series of target properties to be animated. فبيقول لك لو انت عايز تعمل animation فانت ممكن تجمع مجموعة من البروبرتيز وتعمل لها animation. بيقول لك an easing curve for the interpolation curve و duration. طيب عموما هناخد قدام ان الانيميشن بتاعنا بيتحرك بحاجتين، بالديوريشن، يعني انت عايزه يتحرك من هنا من المكان اللي هو زيرو لحد المكان اللي هو اللي 500 ده في وقت قد ايه؟ في ثانيتين، في ثلاثة، في أربعة، في نص ثانية، عايزه يتحرك في وقت قد ايه؟ فهو ده فكرة الديوريشن. وفكرة الانتربوليشن فكرة اللي هو بيتحرك بسرعة ازاي؟ بمعنى ان هو هل هو مثلا بيبقى سريع طول المدة، ولا بيبقى سريع الأول وبعدين بيبقى بطيء، ولا بيبقى بطيء في الأول جدا وبعدين بيسرع وبعدين بيبطأ تاني؟ الكيرف شكله عامل ازاي؟ هو ده الكيرف او الانتربوليشن كيرف اللي هو بيتكلم عليه، او الايزنج كيرف. والايزنج كيرف ده هناخدها قدام ان شاء الله، هي دي الايزنج كيرف. بص هنا بيتحرك بسرعه ثابته طول الوقت، هنا كان بيبدا بسرعه جدا، سوري بيبدا بالراحه جدا وبعدين راح بدا بسرعه جدا، هنا كان بيبدا بسرعه قوي وبعدين بدا يبطا. هي دي هنا راح كان ايه كان عمال يبدا بالراحه وبعدين راح نط وبعدين، هي دي فكره الايه الكيرف. فانت بتتحكم في الحاجتين دول، الحاجة اللي اسمها easing curve والحاجة اللي اسمها duration. جميل. All animations in Qt Quick are controlled by the same timer and are therefore synchronized. This improves the performance and visual quality of animations. فكك من الكلام ده، الشيء الطبيعي يعني ان احنا عندنا ساعة واحدة، فانت لما تقول لي مثلا 500 اسمه ده هتتحرك في 3 ثواني، فده معناها الثلاث ثواني وعملت مربع تاني بثلاث ثواني هم نفس التايمر، مش فارقة. جميل. بيقول لك animation control how properties change using value interpolation. طيب خلينا نفهم الكلام، بيقول لك ايه؟ This is a fundamental concept. QML is based on elements. ال QML عموما كلغة مبنية على ال element، ده اسمه element، ال rectangle ده اسمه element، و properties يبقى ال elements دي جواها properties اللي هم ال width وال height وال color كذا. والسكريبتنج، السكريبتنج حاجة زي ما أنا بكتبها كده، بقول بعد on clicked بكتب السكريبت اللي أنا عايزه يتحقق. Every element provide dozens of properties. Dozens معناها كلمة، معناها كلمة كتير. لما يقول لك dozen of كذا يعني معناها ايه؟ حاجة كتيرة يعني. طيب each property is waiting to get animated by you. يعني انت كل property انت حاططها with height color معرفش ايه مستعدة ان انت ممكن تحط لها animation. طيب you will catch yourself looking at some animation and just admiring the beauty and your creative genius too. Please remember then that اكيد هو قصده that animations control property changes and every element has dozen at your disposal unlock the power. بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلي بالك
انت تقدر تعمل انيميشن لكل بروبرتي موجوده عندك في كل ايلمنت، ممكن تعمل كده. فانت اللي انت اللي بتختار لو انت حاجه هتتغير زي مثلا الويتس الهايت السكيل ما اعرفش ايه، ازاي تغيرها بشكل انيميتد. انت اللي في ايدك القوه دي ان انت تفتحها. جميل. طيب وراح كتب كود جميل هنا، فاحنا هنجرب الكود سنه سنه. ماشي، سيبك من الكود اللي موجود، هو انت ممكن تفهمه بعدين او انا هشرحه لك برضه عشان ما تتلخبطش، ولكن خلينا مركزين في الكود البسيط اللي ايه اللي على شمالنا دلوقتي، وهو هيكون في السيشن بتاعتنا او في الفيديو ده. هو احنا هنشرح بس الكود، والمره الجايه هيكون انيميشن اليمنتس هنشرحها في الفيديو اللي بعدها. جميل. طيب بسم الله. طيب بيقول لك ايه دلوقتي؟ بيقول لك انا رحت عملت لك راك دوت اكس بايكوال 500. طب انا عايز اعمل انيميشن، استخدم الانيميشن ازاي؟ بص بقى بيقول لك نمبر انيميشن، في حاجه اسمها نمبر انيميشن، فهنضيف كلمه اسمها نمبر انيميشن. طيب النمبر انيميشن دي لازم تتعملها على حاجه. طيب فانا هعملها على ايه؟ هعملها على بروبرتي اسمها بروبرتي اكس. جميل. طيب البروبرتي الاكس دي انت عايزها تتحرك من فين لفين؟ عايزها تتحرك من 0 لحد 500. جميل. من 0 لحد كام؟ لحد 500. طب هل انا لازم اكتب 0؟ لا. ليه؟ لان هي اصلا اكس باي ديفولت طول ما انت ما غيرتهاش از 0. طب ليه؟ لان انت اصلا او مش هي, هي مش الفروم، خلي بالك انا مش قصدي كده، انا قصدي ان الاكس هي بزيرو، لكن كلمه فروم الديفولت بتاعها ايه؟ هو الاكس الحاليه، بمعنى ان الاكس لو هي كانت في نص البيج فالاكس فالفروم هنا هتبقى ايه؟ هتبقى من نص البيج، ولكن انا مش عامل كده. المهم يعني ان انت من الاخر ممكن نستغنى دلوقتي عن فروم، لان احنا عارفين ان البدايه كده كده زيرو. ماشي، حتى الان في الكود بتاعنا. طيب الديوريشن بتاعتنا كام؟ هضيف مثلا 500. هتقول لي 500 ايه؟ 500 ثانيه، 500 دقيقه؟ لا، 500 ملي سكند، بمعنى ان دي عباره عن نص ثانيه. جميل. طب ممكن تكترها شويه تخليها 5000، فكده بقت ايه؟ بقت 5 ثواني. جميل. بس ده انا حاسس ان هي كتير قوي، فاحنا هنخليها 3 بس، ما علينا. طيب فمن يبقى النمبر انيميشن اون اكس الديوريشن بتساوي 3000. جميل. وممكن تدي النمبر انيميشن ده، ممكن تدي لها اي دي، تدي لها مثلا انيميت مثلا ايا كان. طيب الانيميشن دي مش هتتحرك الا لما انت تقول لها رن، بمعنى يعني تعالى مثلا نشغل الكود بتاعنا كده. الكود بتاعنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اعمل انيميشن اون اكس، اسمه ايه ده؟ اعمل انيميشن اون اكس من 0 ل 500. لا، بس كلمه من او فروم مش موجوده علشان هي اصلا باي ديفولت. واعمل لي ديوريشن 3 بس. انت لاحظت ان انا اول ما فتحت الابلكيشن راح هو اشتغلت لوحدها، وهو ده فكره الانيميشن. طيب ليه؟ لان اصلا لو رحنا لكلمه انيميشن او رحنا لكلمه نمبر انيميشن كيو ام ال، هنلاقي ان هو طيب هو مش عامل كده، بس هي مفروض inherits property animation، مفروض مثلا هتلاقي هنا كلمة running او حاجة. طيب ما inherits animation، ايوه مفروض ان running دي بيقول لك by default they are set to running by default. فمن الاخر اظن ان هي by running default يعني بترو، فاحنا عشان نوقفها نعمل ايه؟ نكتب running بفولس، running بفولس. فهو كده اول ما افتح الابلكيشن، اول ما اعمل كيو ام ال بريفيو او اول ما افتح الابلكيشن عادي، هيقول لي ايه؟ هيقول لي مفيش حاجه، عادي هي ثابته مكانها. واما ادوس برضه هتتنقل بسرعه. الله، امال فين الانيميشن؟ الانيميشن يا باشا لازم تشغلها، الانيميشن لازم حضرتك تشغلها. ازاي؟ اقول انيميت دوت running، فساعتها اقول مثلا دوت running بي ايكوال ترو، فلما ادوس تبدا ان هي تتحرك بشكل سموث. هو ده الانيميشن، فهمت قصدي؟ فانت دلوقتي قلت له ايه؟ والله قلت له ان الرننج بفولس، ان هي ما تشتغلش الا لما انا اقول، فلما تدوس عليها يبدا هو يتحرك، يبدا هو ايه؟ يتحرك. جميل جدا. بس فتعالي نعملها تاني. يبقى انا قلت ان انا عملت مربع وبتاع وما اعرفش ايه، عملت ماوس اريا، قلت اول ما ادوس عايز الانيميت يبدا يشتغل. طيب الانيميت اللي يبدا يشتغل ده منين لفين؟ من فروم الكرنت بوزيشن اللي انا كنت واقف عنده، او الكرنت اكس اللي هي كانت 0 لحد 500، الديوريشن 3 ثواني، الرننج بفولس. هو ده فكره الايه؟
الانيميشن. طيب وكلمه نمبر انيميشن ليه ما استخدمتش مثلا روتيشن انيميشن؟ ليه ما استخدمتش ما اعرفش بروبرتي انيميشن؟ ليه ما استخدمتش دي؟ دي حاجات هناخدها المره الجايه، هناخد الانيميشن اليمنتس وهناخد انواعهم، الفرق ما بين البروبرتي والنمبر والكلر والروتيشن والبوز والسيكونشال والبارل، هناخد الحاجات دي ان شاء الله المره الجايه. طيب النمبر انيميشن من اسمها عشان بس المعرفه دلوقتي كده ليها علاقه بالنمبر، يعني مثلا اكس دي رقم صح؟ مش الاكس بتساوي مثلا رقم والويث بيساوي برضو رقم والهايت بيساوي برضو رقم، فعشان تعمل تشينجز على ارقام بتستخدم النمبر انيميشن. طب لو انا عايز اعمل تشينجز على روتيشن فاستخدم الروتيشن انيميشن. تعال نجربها، تعال نجربها. ايه رايك ان احنا نروح عاملين كده؟ بص اصلا اول ما بعمل ران هو بيلف لوحده ماشي، هخليه الديوريشن بتاعته برضو 3000 وهقول له ان الرننج بتاعه فولس، وهديله برضو اقول له مثلا انيميت روتيت، فهبدا اديله انيميت روتيت ماشي، وهقول له هنا انيميت روتيت دوت رننج بي ايكوال ترو. فهنا اول ما ادوس الاثنين هيبداوا يتحركوا مع بعض، هيبدا ان هي تلف وفي نفس الوقت هي بتعمل ايه؟ هي برضو بت ايه بت بتتحرك. يبقى انا عملت نمبر انيميشن وعملت برضو روتيشن انيميشن. روتيشن انيميشن قال لك والله برضو الديوريشن 3000 ولحد 360 والرننج الطبيعي بتاعها ان هي بتكون بايه؟ بفولس. طيب كلام جميل، ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه الكود اللي هو عمله؟ اول حاجه عمل لك ايمج هي عباره عن باك جراوند اللي هي البتاع السودا اللي ورا دي، فانا مش محتاجها، انا عندي البتاع البيضه دي وانا مش محتاجها وخلاص. انا دلوقتي هقلد الكود بتاعه ماشي، وعمل حاجه اسمها بادنج انا برضو مش محتاجها. البادنج ده هو من الاخر بيقول لك شايف المسافه اللي من هنا لهنا دي، لو قربنا شايف المسافه من اول هنا لحد هنا ده البادنج، فاداها ب 40، انا مش عايز اعمل بادنج برضه. الديوريشن حطها بحاجه ثابته وقال ان هي ب 4 ثانيه، مفيش مشاكل، ده نوع من الذكاء ان هو يعمل كده. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان مثلا لو انت هتغير الديوريشن في حته تغيرها في كل مكان تاني ماشي. وبعدين قال لك والله انا عملت في حاجه تانيه اسمها بروبرتي تانيه اسمها رانينج وخليتها بفولس. طيب وبعدين راح عمل ايمج تانية وسماها البوكس اللي هو الاخضر اللي هو ده، بس احنا عاملينه احمر في اسود فما فيش مشاكل خلاص احنا عاملينه. ادالها نمبر انيميشن قال له والله ان احنا عايزينه يروح من اول الروت دوت ويدث، عايزينه يروح لي الروت دوت ويدث يعني عايزينه يروح لحد الاخر، بس ناقص البادنج اللي هو اصلا البوزيشن اللي كان بادئ من عنده، ناقص البوكس دوت ويدث عشان ما يختفيش ورا. طيب فاحنا ممكن نروح حاطين برضو الموضوع ده، بس هتقول لي يا محمد معلش خلي بالك ركز في حاجه، احنا اولا اسمه عندنا ريك وعندنا الويدث بتاعه، لا انا اسف اسمه ويندو، اولا اسمها عندنا ويندو والبتاع بتاعنا اسمه ريك وما عندناش اصلا بادنج، فانا خلاص همسح كلمه البادنج دي وهعمل كده خلاص، فانا كده بقلده بالظبط. وبعدين قال لك والله الديوريشن هو حاططها بروت دوت ديوريشن مفيش مشاكل كل واحد، وراح حط الرننج دي بروت دوت رننج، هو عاملها 4000 صح؟ ماشي، فهنروح حاطين رود دوت راننج وهنروح حاطين رود. بص بقى، بص العته، انا اصلا مسمي ده ريك، فاحنا محتاجين نستخدم جميل. ممكن بقى نمسح دلوقتي دي ونمسح دلوقتي دي، فاحنا كده هنبقى هنكون شبهه بالظبط. وبعدين قال لك ماوس اون اريا اول ما كليك عايز الرود، عايز الراك دوت راننج بترو ماشي، فاحنا بدل ما الاثنين دول محطوطين احنا هنخليهم ايه؟ نخليهم راك دوت راننج بي ايكوال ترو بس كده. فانا اول ما ادوس ايه اللي المفروض يحصل؟ يبدا ان هو يعمل نمبر اون انيميشن ويعمل روتيشن انيميشن بس كده، هو ده كل الفكره بتاعت الانيميشن لحد دلوقتي ماشي، ده اللي احنا خدناه. طيب عشان ما نطولش الفيديو خلاص احنا كده هنوقف هنا النهارده، بس مراجعه سريعه علشان تفهم الكلام. احنا عملنا ايه؟ احنا بنقول ان في حاجه اسمها نمبر انيميشن وفي حاجه اسمها روتيشن انيميشن، في حل في انواع تانية، في انواع تانية هناخدها امتى؟ هناخدها المره الجايه. يعني ايه نمبر انيميشن ويعني ايه روتيشن انيميشن؟ النمبر انيميشن او الانيميشن عموما هو تغيير او سموث ترانزيشن ما بين one value to another value لما البروبرتي بتتغير. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ بقول لك من الاخر، مش الاكس دي بدات ان هي تتغير، مش الاكس دي كانت زيرو وبعدين بقت مثلا 600 صح؟ الحركه من زيرو ل 600 دي عايز اخليها سموث ترانزيشن، فاعمل ايه؟ استخدم الانيميشن، عايز ان هي تنتقل من ستيت ان هي اكس بزيرو لستيت ان هي الاكس ب 600 بطريقه سموث، اعمل ايه؟ احط الانيميشن. طيب الانيميشن دي بتتعمل ازاي؟ لو انت هتعملها على نمبر
يبقى تكتب نمبر انيميشن وتقول فروم وزيرو. طيب بس فروم ايه اللي هيحصل مثلا لو انا كتبت فروم مثلا 200؟ بص انا هوضح لك. بص راح نط وبعدين بدأ الانيميشن، فهمت الفكره؟ فروم كانت جايه منين؟ لو خليتها مثلا ب 400 راح نط ال 400 وبعدين راح عمل ليه؟ لان انت بتقول له والله انا عايزك تبدأ لي الانيميشن من اول 400 لحد هناك، وهنا اسمه من اول 400 ايه لحد ال 2 دي. فانت لو سبتها فاضيه باي ديفلت هياخد الكرنت بوزيشن اللي هو كان واقف عنده. فمن الاخر دي معناها ان هو فروم ريك دوت اكس، هو بالظبط هيعمل كده. لو انا عملت كده مش هتفرق في حاجه. خلاص كلام جميل، كلام جميل. طيب وبيقول لك 2 360. خلاص يبقى احنا كده قلنا كنا بنقول النمبر انيميشن وقلنا فروم وقلنا تو وقلنا ديوريشن وقلنا رانينج. فكره رانينج ان انت بتخليها اشغل الانيميشن ولا ما اشغلهاش، نفس فكره الباوربوينت مثلا. وانت مثلا بتدوس هنا بتدوس فلاي ان، ولو انت مثلا عايز تتحكم مثلا تقول تقول انيميشن بان مثلا بتقول بتقول حاجه هنا كده ان انت بتدوس بلاي، يعني اكنك بتدوس بلاي. خلاص كلام جميل. طيب بس كده هو ده كل الحاجة اللي ليها علاقة بالنمبر انيميشن. كده احنا الحمد لله احنا النهاردة خلصنا، معلش لو طولت عليكم، بس هو الموضوع ان شاء الله هيكون بسيط بس محتاج تركيز. شكرا جزيلا، واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.